سلام من الله عليكم مشاهدينا الأكارم، حلقة جديدة من برنامجكم حيث الإنسان، ننتظر لقاءكم بشغف ملؤه الحب والأمنيات لكم بالخير والسلام. كما عودناكم مشاهدينا الكرام، سنقدم لكم في هذه الليلة أيضا قصة عن معاناة واحدة من ضحايا الألغام، معاناتها تمتد إلى فؤاد كل يمني ويعلق ذنبها في تاريخ الجناه. حيث الإنسان ينقل لكم قصة من قصص الحرب، وإن كنا لا نستطيع تقديم الأفضل لها أو الوصول إلى جميع ضحايا الألغام، حسبنا أننا نحاول لملمة شظايا أوجاعهم في قلوبنا، ونسير بقدر ما نستطيع، ونأمل أن يكون هذا دأبنا معكم دوما. في مستهل هذه الحلقة مشاهدينا، نستعرض معكم أسماء الفائزين بالحلقة 17، وهم الفائز الأول أيمن أحمد غالب الأديمي من صنعاء، والفائز الثاني أحلام ناجي محمد الشامي من صنعاء، والفائز الثالث جيهان مرسل شريف من محافظة تعز، ومبروك لكل واحد منهم 100,000 ريال. مشاهدينا، إذن 3 جوائز يوميا بانتظاركم، مقدار كل جائزة 100,000 ريال يمني. الآن إلى قصة جديدة تحملنا معها إلى حيث الإنسان. مشاهدينا، قصة اليوم هي رحلة معاناة إنسانية لجميلة، جميلة التي انفجر بها لغم زرعته ميليشيا الحوثي وبتر ساقيها. نتابع معا. خطوات بلا أقدام تقطعها جميلة يومياً في طريق ملأتها الحياة بالكثير من العقبات وبنت عليها الكثير من الحواجز. في وقت ليس بالبعيد كان للسيدة جميلة قدمان تقف عليهما، لتقف على أكتافها أسرة كاملة. وقتها كانت جميلة المسؤولة عن إعالة أسرتها المكونة من زوج أجبرته إصابته بداء السكري على التوقف عن العمل، بالإضافة إلى مجموعة أطفال في ربيع أعمارهم. خطوات كثيرة كانت جميلة تقطعها بشكل يومي إلى منطقة قريبة من سكنها، جبل الجراجر بمدينة تعز، ترعى مواشيها وتطعمهن مما زرع الله في أرضه. لكنها لم تكن تدري أن من يسمون أنفسهم بأنصاره قد زرعوا خطرا خفيا بين ذلك الزرع. لغم أرضي ظل يتربص بأقدامها ليكتب خطواتها الأخيرة. هذا طارق شتلة بالجبل، وهذا المقام كله قديم اسمه. كنت أحس حاجة تصير تحت الرجل حقي، ولا ما شفتش. ما قم مع قدش قريق إذا ما له صالح حوري. مع دا مسموع أشوف بونس تحديد بقبيوت اللي كانوا من المقام اللي بالجبل، ما عاد أرقوت بينهم. أدعي له يطلع يشلني، شلني إلى المستشفى. إذا طلع واحد عندي قنبل ومره ربط لي أرجل حقي مره. ترجمة
وككثير من ضحايا ألغام ميليشيا الحوثي أصبحت جميلة دون قدمين، وغدت خطواتها في رحلة الحياة أكثر صعوبة. انتبه انتبه، أحس نفسي يعني ما كان جنان من بعد عدة أيام أجيش أنزل من فقط عادرك أني حاسس إن ما هلان أرجلي ما كانت مرة لما بعد الحادي دحين يعني مراحل مراحل واحد ينسي. أوقفت إعاقة جميلة حركة الحياة من حولها، إلا أنها لم توقف حركة الحياة في داخلها. كل سكة تعب، تتعب بأي حاجة، إذا ما فيش أحد جنبك تتعوز بأي بحاجات كثير ما تسكيش تعملها وانت لا تسكي تتحرك بها. الآن لأنك حي ولأنك ميت لما تكون كم زماني الآن، لأنه حي ولأنه ميت. العز أحسن، ده اللي هو مثلي. صدقش إنك تنسي تنسي، حتى مهما تغافل قدام بوهالك قدام دارك القلب يبقى حزين طول عمره ولا تصدق. فسافرت إلى تركيا للحصول على أقدام صناعية تمكنها من السير ورعي أغنامها وإعالة أسرتها مرة أخرى. عادت جميلة بأقدام عاجية بدائية لا تصلح لقطع الطريق الطويل والشاق أمامها. أغلقت الحياة جميع أبوابها في وجه جميلة. أقول أني شغلاً مش أقدر أجلس، أنا متعودة أمشي، والله تعود، أنا متعودة أمشي أرعي أحطي بعمل المستحيل. الآن أنا جالس على الجلسة يعني اللي يجلس صدقش إني ينسي حتى لا بل تغزت شكر ما ينسيش وهو جالس على الجلسة. ساعة اللي يمشي اللي يمشي ينسي ما أي حاجة بينه ما يجلس يفكر به. توقفت خطواتها وتوقف دوران الأرض من تحتها حتى امتدت إليها يد خيرة فتحت لها دكانا صغيرا لبيع المواد الغذائية، فانفتح باب صغير للحياة أمامها وأسرتها. كانت بذرة خير تخبئ في قلبها شجرة ستمتلئ بالثمر الكثير ذات يوم، أو هكذا رأت جميلة. ولتضييق دائرة الفراغ في حياتها المعيشية اليومية اضطرت جميلة إلى ترك الفراغ على رفوف دكانها يتوسع يوما بعد آخر. أصبح دكان جميلة فارغا تماما كقلبها الفارغ إلا من هموم الحياة. أنا أقول لك نسيني هموم لما أجلس مع الناس هذا على الجهال مع هذا مع يلا الحاصل مشي حالة واحد قداني كل شيء منه ينقصني حاجات كثير داخله، لأن يعني حاجات كثير بعض الحاجات أشترين بعض الحاجات ما أقدرش أوفرين لأنني شال من عرضه كل حاجة يعني مصاريف مدارس مصاريف الجامعة مصاريف لبيت مصاريف يعني يعجز علي قليل. أنا أحيانا أقدر اللي أقدر أوفره أوفره اللي ما أقدرش أوفره ما أوفروش. استسلمت جميلة لواقعها فلم تعد تحلم بعودة أقدامها لتقفز بهما من حافة الانهيار إلى الضفة الأخرى من الحياة، فقط
أصبحت تحلم بيد تمد لها عكازاً يمنعها من السقوط في حفرة الحاجة. لهذا قرر فريق برنامج حيث الإنسان أن يكون هو هذه اليد. وقد اختار الفريق أن يكون ذلك عبر إعادة تأهيل دكانها الصغير وفتح أبوابه أمامها مرة أخرى، لتنتقل من مساحة حياتهم الضيقة إلى مساحة أوسع قليلا. نصنع للأمل مكان، أن نوقف قتل الألوان، أن نجعل ما يحدث كان بالإمكان، أن نمحو بعض الأحزان، أن نمسح دمعة حرمان، أن ننقذ قدر الإمكان. مشاريع قد يراها البعض صغيرة، لكنها في عيون هؤلاء أقدامهم البديلة التي سيدخلون بها إلى مضمار الحياة. قطرة خير قد تحدث في العتمة نور، قد تجعل لله لضمير، قد تبقي فينا مشاهدين. قصة جميلة وغيرها من الضحايا هي أحد أكثر أو دليل على أن أحد أكثر الفصول خطورة في الحرب على اليمنيين، فصل الألغام الأشد وجعا في تاريخ البلاد. مئات الآلاف من الألغام المضادة للأفراد والعبوات الناسفة والمموهة زرعتها ميليشيا الحوثي في الأحياء السكنية والطرق العامة في الجبال والأرياف والمدن، خصوصا تعز التي أصبحت حقلا من الألغام تستهدف المدنيين بشكل مباشر. كارثة تحل باليمنيين ويستمر أذاها لما بعد الحرب ليهدد حاضرهم ومستقبلهم. هذه الألغام أصبحت عائق كبير أمام عودة المواطنين إلى مناطقهم المحررة. تسببت الألغام التي زرعتها الميليشيا الإنقلابية بسقوط الآلاف من المدنيين بين قتلى ومصابين، في حين يصاب أغلب الناجين بإعاقات مستديمة وأغلبهم من النساء والأطفال. مثل جميل الآلاف من المدنيين الذين تعرضوا لهذه الإصابة، ولا تزال المخاطر مرتفعة وتهدد حياة الكثير من المدنيين الأبرياء. الألغام الأرضية ستغطي اليمن مدا طويلا بمتفجرات خفية بإمكانها قتل المدنيين غير المنتبهين إلى وجودها أو تشويههم عقودا قادمة، فما الذي يمكن القيام به من أجل الحد من هذا الخطر؟ بالتأكيد مشاهدينا الكرام، تابعنا جميعا القصة وركزتم في تفاصيلها حتى تتمكنوا من الإجابة على سؤال الحلقة، وإليكم سؤال حلقة الليلة. السؤال يقول: ماذا كان عمل جميلة قبل إصابتها باللغم؟ والاختيارات الثلاثة هي:
الاختيار الأول الزراعة، الاختيار الثاني رعي الغنم، الاختيار الثالث وظيفة عامة. إذن مشاهدين الكرام، ما عليكم سوى اختيار رقم الإجابة الصحيحة من الإجابات الثلاثة الظاهرة معكم على الشاشة. فقط أرسلوا رقم الإجابة 1 أو 2 أو 3 على رقم الواتساب الخاص بالبرنامج والوقت المتاح للإجابة على هذا السؤال منذ نهاية الحلقة وحتى 5 PM. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الفقرة الأخيرة في البرنامج، وهي فقرة اختيار الفائزين الثلاثة معنا يوميا بجوائز البرنامج بمن أجابوا بشكل صحيح على سؤال الحلقة. فسؤال حلقة الأمس الحلقة 18 كان السؤال يقول: كم عدد سكان بيوت العدن؟ والاختيارات الثلاثة هي: الاختيار الأول 5000 نسمة، الاختيار الثاني 15000 نسمة، الاختيار الثالث 2500 نسمة. والإجابة الصحيحة كانت الاختيار الأول، إذ يبلغ عدد سكان بيوت العدن بحسب التقرير 5000 نسمة. والآن سنقوم باختيار الفائزين الثلاثة، وقيمة كل جائزة 100,000 ريال يمني. فقط من أرسلوا رقم واحد الاختيار الإجابة الصحيحة بشكل صحيح. الآن نختار الفائز الأول، وقيمة الجائزة 100,000 ريال. بسم الله. إذن مشاهدي الكرام، الآن وصلنا إلى لحظة اختيار الفائزين الثلاثة، وقيمة الجائزة كما ذكرت 100,000 ريال. فقط أذكر لمن يتساءل عن الطريقة الصحيحة للمشاركة معنا في البرنامج، فقط أرسلوا رقم الإجابة فقط دون أي إضافات لأحرف أو كلمات. الآن سنختار إذن الفائزين الثلاثة، وقيمة كل جائزة 100,000 ريال يمني. بسم الله، نختار الفائز الأول. إذن مبروك للفائز صاحب الرقم 00967773255810. مبروك إذن للرقم الظاهر على الشاشة، جائزة الحلقة السابقة الجائزة الأولى 100,000 ريال يمني. الآن نختار الفائز الثاني أيضا، وقيمة الجائزة 100,000 ريال يمني. بسم الله. مبروك لصاحب الرقم 00967777256922. مبروك 100,000 ريال يمني. الآن أيضا سنختار الفائز الثالث، وقيمة الجائزة 100,000 ريال يمني. مبروك للفائز صاحب الرقم 00967747035. إذن مبروك أيضا للفائز الثالث 100,000 ريال قيمة الجائزة عن سؤال حلقة الأمس. إذن مشاهدينا الكرام، كما تابعتم معنا اخترنا 3 فائزين، وكل واحد منهم فاز معنا ب100,000 ريال يمني. ما زالت لديكم الفرصة للفوز معنا يوميا ب300,000 ريال يمني توزع على 3 فائزين ممن يجيبوا بشكل صحيح على سؤال الحلقة، والذي يكون من تفاصيل القصة التي تعرض في ذات الحلقة. إذن فقط أرسلوا رقم الإجابة، فقط رقم الإجابة 1 أو 2 أو 3، وستكون لديكم فرصة للدخول معنا في السحب العشوائي الذي نجريه أمامكم يوميا واختيار 3 فائزين. الآن نذكر بشكل أخير بالثلاث الأرقام الفائزة والتي اخترناها معكم قبل لحظات، ومبروك لهم 100,000 ريال لكل فائز. إذن الأرقام ظاهرة معكم على الشاشة، 3 أرقام، مبروك للفائزين الثلاثة. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن مبروك للفائزين الثلاثة، لكن تعقيب فقط على وأنا أتابع الأرقام، هم الثلاث الأرقام يبدو
من نفس الشركة شركة يمن موبايل. قد يقول أحدهم والبعض قال في تعليقات البرنامج في البث المباشر أنه بعض الأحيان تختاروا فائزين من محافظة أو منطقة معينة، والبعض يقول من شركة معينة. نحن نختار بشكل عشوائي، لكن الثلاثة من شركة معينة للأسف يعني حظهم حلو يعني، لكن للأسف لمن يؤول كثيراً عملية اختيار الفائزين. نحن نجري القرعة، وأنا أؤكد بكل مصداقية وكل أمانة نحن لا نعرف من هم الأرقام، لكن نقوم بالتواصل معهم بعد انتهاء الحلقة للتعرف على تفاصيلهم حتى نتمكن من إرسال الجوائز المالية. إذا ما زالت لديكم فرصة للفوز معنا من اليوم وحتى نهاية شهر رمضان، وثقوا بأن هدف برنامج حيث الإنسان هو تقديم المساعدة والخير لكل اليمني، لذلك حصرت هذه المسابقة بالأرقام اليمنية، وهذا هو هدف البرنامج سواء من خلال القصص التي تقدم أو أيضا خلال الجوائز اليومية التي تمنح للناس، لعل وعسى أنها تساعد قليلا ربما في الوضع الذي تمر به البلاد. مشاهدي الكرام، الآن نذكركم بشكل أخير بسؤال حلقة اليوم، ولديكم الفرصة للفوز معنا بثلاث جوائز مالية. والسؤال يقول، وكان من تفاصيل قصة الليلة، السؤال يقول: ما هو عمل جميلة قبل إصابتها باللغم؟ والاختيارات الثلاثة: هل في الزراعة الاختيار الأول، الاختيار الثاني رعي الأغنام، الاختيار الثالث وظيفة عامة. إذن بإمكانكم التعرف على الإجابة بسهولة بالعودة إلى قصة الليلة ومتابعة تفاصيل هذه القصة والحكاية التي قالتها جميلة عن معاناتها. انتهت حلقة اليوم من حيث الإنسان، نلقاكم غدا وحلقة جديدة وقصة جديدة وجوائز مالية أيضا في برنامج حيث الإنسان. صوما مقبول وذنبا مغفور، نلقاكم غدا في أمان الله. نصنع للأمل مكان، أن نوقف قتل الألوان، أن نجعل ما يحدث كان بالإمكان، أن نمحو بعض الأحزان، أن نمسح دمعة حرمان، أن ننقذ قدر الإمكان. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.